أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شخصية هامة. معنا مجموعة من الضيوف في هذه الحلقة. تفضلي طينا، قولي لنا اسمك. فاطمة. فاطمة تعدي السنة ليش؟ سنة ثانية. أو قولي لنا فاطمة، تختاري حد بطرون ولا حد فقير؟ بطرون. أو قولي لنا شنو تعرفي شنو الفرق بين شغلة السندري وشغلة الرئيس؟ ما تعرف السندري شو عدة؟ أو تعرفي الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة تعرفين؟ ما قد جاتكم في الدار؟ ما قد جاتكم في الدار؟ قرش؟ قولوا لنا الاسم. عبد الحافظ. أو شو ما سير قرايم عبد الحافظ؟ عبد الحافظ شنو الفرق بين البرلمان الصنادرة؟ ما تعرف الصنادرة شنو شغلته؟ قردو. قردو الناس. واش اخر يعدو؟ قد حد يعود طبيب يعود صندري بلاص نايقل. ايوه السياسة اللي يتكلمنا عنها. ماله مورا تنقلش. ما تعرفه معارضة تنقلش. أمم المتحدة ما قد جاتكم هون في المدرسة؟ خرج. تبقى حد فقير ولا حد بطرة؟ ليش تبقى حد بطرة؟ فقير أضرب مال. ما عنده شيء. والبطرون ايش عنده؟ الفضة. طيب تبقى الفضة. تبقى الفضة ليش؟ ايش تقبل؟ تسمك؟ ايش؟ محمد. لو انت تبقى تعود بطرون ولا فقير؟ تفضلي قولي لنا اسمك. سهلة. سهلة. ايوا سهلة، انتي اللي تجاوبين على السؤال كنا نسولوها. تبقى تودي بطرون ولا فقير؟ ليش؟ بطرون لأن يعود عندي الفضة، والفقراء يعود عندي الفضة خليلة. اها، وانتي الفضة شركبيها شي تعدلي بيها؟ قايتك فيها شنو؟ تشربيها. اش تشربيها؟ كبيرة. واش؟ تشربيها اللي واش؟ سجل بالمدرسة. سجل بالمدرسة. والفقير هذا ما عنده شي يسجل به في المدرسة. الفقير أحيانا يعود عنده وأحيانا ما يعود عنده. أنت دو تبقى تعودي بطرونة حتى ولا بطرونة شوي؟ متوسطة. ما تبقى تعودي ذاك من بطرونة حتى. إذا عندك ياسر مثلا. ذاك ما تبقى. أيوا قولي لنا أنت الوجبات الموريتانية إيش تبقي منها؟ طاجين. تعرفي تعدل؟ شو ما تعرف تعدل؟ أو قول لنا المختار. خلي تكلمنا عنه. المختار بطرون. تختار بطرون؟ مباشرة. ليش تختار بطرون؟ تشرب الفضة. ايش تبي تشربي؟ تنقل. تنقل. قد ما كلت شنقم قد ما صرت. قد تصرت شنقم. والفضة اللي تشربيها لا تنقل وشنقم. شوف ما كعطي لحد شي. ما تحور حد. انا ليه تعطينيش؟ ما كعطينيش. بهذا اعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج شخصيه هامه. اشكر الشخصيات الهامه اللي كانت ضيوف معنا في هذه الحلقه، والى ان يضمنا واياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، ودمتم في امان الله.